يستقبل الفلسطينيون شهر رمضان المبارك بأجواء غير معتاده ويفتقدون لروحانيات وطقوس الشهر الكريم. ويمر اهل فلسطين هذا العام بعدوان متواصل منذ نحو خمسه اشهر دمر الاحتلال الاسرائيلي خلالها كل معالم الانسانيه والحياه في القطاع المحاصر. بمشاعر حزينه وقلوب تنفطر بالبكاء يحاول الفلسطينيون مع اقتراب شهر رمضان المبارك البحث عن مساحات للفرح وسط اجواء القصف والجوع والدمار بينما يمر نحو خمسه اشهر على حرب الاباده الجماعيه في قطاع غزه ومع الحديث المستمر عن هدنه مؤقته قريبا يشهدها القطاع المحاصر تنتشر البسطات في شوارع مدينه رفح لبيع زينه رمضان بعد ان دمر الاحتلال الاسرائيلي المعارض التجاريه للبائعين وتعمد قطع مصدر الرزق وقتل فرحه الصغار ابتهاجا بقدوم ايام الشهر الفضيل ولكن هذه البسطات تواجه شبح الاختفاء ايضا وهي فرصه يستغلها الشبان العاطلون عن العمل في كسب بعض النقود التي لا تتوفر الا في شهر رمضان فوانيس الشهر الكريم المضيئه انطفأ شعاعها مع غياب اغاني المناسبه الروحانيه وتسود الحيره بين النازحين في المخيمات رغم شرائهم الفوانيس ارضاء لاطفالهم حيث يتساءلون اين يعلقونها في الخيام أم في الفصول الدراسية في مدارس الإيواء، وقد يفتقد أهالي غزة اللقاءات الرمضانية وصوت المسحرات ولحظات السحور، ويضطر الأغلبية إلى أداء صلاة التراويح داخل مخيماتهم المكتظة بالأسر، بعد أن تحولت أغلب المساجد إلى حطام وأنقاض. الإفطار الجماعي على شاطئ البحر كان من أبرز العادات الرمضانية كل عام في غزة للحصول على بعض الترفيه والاستمتاع بمشهد الغروب المميز فضلا عن الهروب النفسي من واقع الحروب وغبار المعارك فهل يعيش الفلسطينيون هذه الحاله الخاصه ويستعيدون ذكريات الهدوء المؤقت ام تقضي نيران الاحتلال اليوميه على اي بارقه امل في خروج ايام وليالي شهر رمضان من نفق الحرب المظلم.